الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. فإن خف الضبط أي قل يقال خف القوم خفوفا قلوا، والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح فهو الحسن لذاته. هنا الحافظ يتكلم عن الحديث الحسن بعد أن فرغ من كلامه عن الحديث الصحيح، فأشرع في الكلام عن الحديث الحسن بقسميه: الحسن لذاته والحسن لغيره. فهو بيعرف الحديث الحسن يقول هو نفس تعريف الحديث الصحيح لكن مع فارق واحد فقط، وهو إحنا قلنا في الحديث الصحيح ما رواه عدل تام الضبط إلى آخر الشروط. هنا الحديث الحسن نفس الشروط ولكن الراوي عنده خفة في الضبط ولكن لا تصل به إلى مستوى الراوي الضعيف. خف الضبط يعني الراوي عنده خفة في الضبط أي ينسى قليلا فينزل مرتبة عن الراوي الثقة العدل التام الضبط. ينسى في بعض الأحيان وهذه الأحيان قليلة، وهذا يعرف بالعرف أو بتتبع روايات هذا الراوي، فنجد في بعض الأحيان ينسى، بعض الأحيان لا يضبط ما يقول، فهنا خف ضبطه، فهنا يوصف حديثه بالحسن. فهو الحسن لذاته لا لشيء خارج، وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد نحو حديث المستور إذا تعدد الطرق. فيبقى الحسن بسبب الاعتضاد ده مش حسن لذاته ولكن حسن لغيره. إذا ورد الحديث من طرق متعددة بعضها أو كلها فيها ضعف، ولكن يشترط أن يكون هذا الضعف يسيرا لا يكون الضعف شديدا، فإذا تعدد طرق الحديث وكانت هذه الطرق فيها ضعف يسير صار الحديث حسنا لغيره. نحو حديث المستور إذا تعددت طرقه، الرواة على أنواع، يعني نوع لا يسمى فيه الراوي، كأن يقول الراوي مثلا حدثنا رجل فهذا غير معلوم، مين الرجل ده محدش عارف، حدثنا رجل، فهذا يسمونه المبهم، يسمونه المبهم. طيب إذا قال حدثنا مثلا عبد الله وسكت، طب عبد الله مين، ابن من، ما في عبد الله كثير، ده بيسموه المهمل. وده يعني أوضح مثال عليه إن شعبة بيروي عن ابن عباس بواسطة، يروي عن سبعة عن ابن عباس، شعبة يروي عن سبعة
عن ابن عباس. السبعة دول كلهم اسمهم أبو حمزة، كل واحد يختلف عن الآخر. فلما يجي شعبة يقول حدثنا أبو حمزة عن ابن عباس، طب هو مين في السبعة دول؟ محدش عارف. تتعرف بقى إيه بالرواية، بتتبع الروايات نلاقيه مثلا الحديث ده عند مسلم أو البخاري نفس المتن، ويوضح فيه أبو حمزة فلان، فنعرف إن أبو حمزة المقصود هو فلان من رواية أخرى مثلا. فإذا حدث الرجل عن أو الراوي عن رجل وسماه، ولكن هذه التسمية فيها يعني إبهام، فهذا يسمونه إيه؟ المهمل. طيب قال حدثنا فلان وده عارفينه، ولكن هذا الرجل الذي يحدث عنه لم يروي عنه إلا راو واحد، تتبعنا رواياته في جميع الكتب لقينا إيه؟ لا يروي عنه إلا رجل واحد ولا يعرف حاله، مش عارفين عنه حاجة. هذا الرجل ثقة، ضعيف، صدوق، كذاب، ما نعرفش. لكن لقينا رواية ليه واحد بيروي عنه ومعلوم اسمه كل حاجة، فهذا ايه نسميه ايه؟ مجهول. نسميه ايه؟ مجهول. طيب هو نفس الكلام بس روى عنه اتنين، نسميه ايه؟ مستور. يبقى فيه المبهم والمهمل والمجهول والمستور. يبقى المستور احنا ايه؟ ورد روى عنه اتنين واحنا مش عارفين حاله، لا نعرف حاله، لم يرد فيه جرح ولا تعديل. بعض العلماء قال لك ممكن يرد فيه جرح وتعديل، ولكن لا نستطيع أن نرجح بينهما. يعني واحد وثقه، واحد من الأئمة وثقه، واحد من الأئمة ضعفه. طيب مش عارفين ناخد بكلام مين فيهم، يبقى برضو في الحالة هذه الحالة هو مستور. يبقى إما أن لا يرد فيه جرح ولا تعديل أصلا، أو يرد فيه جرح وتعديل ولا نستطيع أن نرجح بينهم. طيب الحسن، طبعا حديث الحسن حصل فيه أخذ ورد، واضطرب كثير من العلماء في تعريفه، وذلك لكونه واسطة ما بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف. هل هو ندرجه مع الحديث الصحيح فيحتج به، أم أنه قاصر عن مرتبة الصحيح ويمكن أن يدخل أو يدرج تحت مرتبة الضعيف فلا يحتج به، فهو واسطة ما بين الضعيف والصحيح. فالعلماء تحيروا أو اضطربوا في تعريف الحسن، وده زي يعني الحافظ لما يأتي إليه إسناد ويتحير فيه هل هذا إسناد صحيح أم حسن، ده لشيء يعني إيه ينقدح في ذهن أو في نفس الحافظ ولا يستطيع أن يعبر عنه. فتيجي تقول له هو الحديث ده أنت إيه اشمعنى قلت عليه حسن، لما لم تقل عليه صحيحا؟ ففي بعض الأحيان الحافظ يقول لك لا أدري،
هو شيء حصل في ذهنه لكن لا يستطيع أن يعبر عنه. زي مثلا في أصول الفقه الاستحسان، دليل ينقضح في ذهن المجتهد تقصر عبارته عنه، فيأتي مثلا إلى شيء من أو أمر من الأمور ويقول هذا حسن أو هذا أستحسنه. طب لما استحسنته؟ لا يبين جوابا. ليه؟ لأن هذا أمر انقدح في ذهنه وفي نفسه ولا يستطيع أن يعبر عنه، لا يجد عبارة يستطيع أن يعبر بها لما استحسن هذا ولم يستحسن الشيء الآخر مثلا. وخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف. يبقى الضعيف هو إيه؟ ما فقد باقي الأوصاف، إن هو يا إما غير متصل أو رواه ضعيف لم يرويه ثقة، كان شاذا أو كان ذا علة. فيبقى إيه؟ الأوصاف الأخرى خرجت، يبقى الحديث ده ضعيف. طيب إحنا زي ما قلنا عن الحديث الصحيح أن هناك أسانيد، هذه الأسانيد إذا وجدت وصف الحديث بأنه صحيح. فالعلماء برضو زي الحافظ الذهبي وغيره وضعوا لنا أسانيد يمكن من خلالها إذا وجدنا هذه الأسانيد نقول أن هذا الحديث حديث حسن. زي إيه مثلا؟ زي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. لما نجد السند ده يبقى نحكم على الحديث بأنه حسن. كذلك حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، إذا وجدنا برضو هذا الإسناد حكمنا عليه بالحسن. طيب احنا قلنا ان الحديث اذا ورد من طرق متعددة وفيها ضعف، ولكن بشرط ان لا يكون هذا الضعف شديدا، اصبح حديثا حسنا لغيره. طيب هنضرب على ده مثال، حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فمحمد بن عمرو ده هذا راوي مشهور بالصدق وبالأمانة، وهو إمام جليل وثقه بعض العلماء، وهناك من العلماء من ضعفه ولكن لسوء حفظه، لم يضعفه لفسق أو لشيء من هذا أو لكذب أو نحو ذلك، حفظه سيء. إذا تلقى حديثا من شيخ ربما نسي بعض ألفاظه أو غير فيه، ربما. فهذا الحديث من رواية محمد بن عمرو، ووجدنا لهذا الحديث طرقا أخرى تساويه في القوة، لذا حكم العلماء بأن هذا الحديث حسن لغيره. فهذا مثال لحديث الحسن لغيره، حتى إن بعض العلماء حكم بصحته كمان.
وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه، يعني الحسن نحتج به أيضا كالصحيح وإن كان دونه في المرتبة، أي أقل منه في الاحتجاج، ومشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض، زي الأمثلة اللي احنا ذكرناها، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، دي أعلى مراتب الحسن. في بقى بعد كده مراتب أخرى مثل ما ذكرنا في الصحيح. وبكثرة طرقه يصحح، يعني بكثرة الحديث الحسن، كثرة طرق الحديث الحسن لذاته يصحح، يعني إذا ورد الحديث الحسن لذاته من طرق مساوية له في القوة حكمنا بأن هذا الحديث حديث صحيح. وطبعا في عبارة دقيقة يجب أن نفرق أو نلاحظها، نقول حديث صحيح ولا نقول حديث إسناده صحيح، يعني الحديث الحسن لذاته إذا ورد من طرق هذه الطرق مساوية له في القوة نقول هذا حديث صحيح ولا نقول هذا حديث إسناده صحيح، لأن إسناده مش صحيح، ده إسناده حسن، لكن لما اجتمعت طرقه مع بعضها زادت له قوة وأعطت له قوة فأصبح حديثا صحيحا. يعني نفرق بين العبارتين دول، لأن للصورة المجموعة أي تعدد الطرق لهذه الصورة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح. يبقى احنا من خلال تعدد الطرق عوضنا النقص اللي عند الراوي من حيث خفة الضبط. واضح مفهوم العبارة دي؟ الحديث الحسن احنا قلنا ايه الراوي، الراوي بتاعه راوي خفيف الضبط قليل الضبط. طيب عوضنا هذه القلة في الضبط بايه؟ بتعدد الطرق. يبقى تعدد الطرق ده جبر قلة الضبط وخفة الضبط. واضح؟ لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح، ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد إذا تعدد. يبقى زي ما قلنا إن الحديث الحسن لذاته لو تعدد أطلقنا عليه إنه حديث صحيح. وهذا حيث ينفرد الوصف، يعني عندما نقول هذا حديث حسن، حديث حسن فقط، فإن جمع أي الصحيح والحسن في وصف واحد زي ما الترمذي بيقول، دايما نجدها في سنن الترمذي كثيرا، أقول هذا حديث حسن صحيح، كقول الترمذي وغيره، غير ده زي مين؟ زي ابن علي بن المديني وأبي علي الطوسي في كتاب الإحكام. فبعض الناس بيظن أن هذا التعبير قاصر على الترمذي فقط، إن هو وحده بس اللي بيذكر كلمة حسن صحيح. لا، ابن المديني كان يقول هذا، وأبي علي الطوسي في كتابه الإحكام برضو كان يقول هذا، لكن هي تكثر عند الترمذي أكثر من غيره.
فإن جمع أي الصحيح والحسن في وصف واحد كقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح، فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل. طبعا المسألة دي بقى أخذت أخذ ورد عند العلماء. بعض العلماء يقول معنى حديث حسن صحيح يعني أن العلماء ترددوا في رواية أحد الرواة أو في حال أحد الرواة للحديث، هل هذا الراوي حديثه حسن ولا حديثه صحيح، وعليه يكون الحديث إسناده حسن ولا إسناده صحيح. فيقول إسناده حسن صحيح، فكأن هذا القائل حذف حرف العطف أو حسن أو صحيح، فقال إيه حسن صحيح. فبعض العلماء قالوا طيب إيه، طب إذا ورد الحديث وكان له إسنادان فيبقى مراد الترمذي وغيره أن إسنادا نصفه بأنه حسن والآخر نصفه بأنه صحيح، يبقى التقدير إيه؟ هذا حديث حسن وصحيح، فحذف حرف العطف واو الواو، يبقى إما أن يكون لي إسناد واحد. فالعلماء ترددوا هل هو حسن ولا صحيح، أو لي إسنادين أحدهما حسن والآخر صحيح. بعض العلماء زي ابن كثير مثلا قال لك ده هو يستوي عنده الصحة والحسن، يعني الصحة والحسن سواء، فإذا حكمنا بصحته فيلزم منه أن يكون الحكم بحسنه، لأن الحسن داخل في الصحيح، فالحسن كأنه مرادف للصحيح. ده قول إيه؟ ابن كثير. ده قول، يبقى كده احنا ذكرنا كم قول؟ ثلاثة لإسناد واحد، والعلماء اضطربوا في تحديد هل هو حسن ولا صحيح، فقالوا حسن صحيح. الثاني أن له إسنادان أحدهما حسن والآخر صحيح. الثالث أن الحسن مرادف للصحيح فهو يقول حسن صحيح. في قول رابع كمان أنه صحيح الإسناد حسن المتن، صحيح الإسناد حسن المتن، يعني إيه؟ المتن بتاعه والكلام بتاعه كلام جميل وحسن، وهو في ذاته صحيح الإسناد، فيجمع بين هذا وذاك فيقول حسن صحيح. فهنشوف بقى الحافظ بيقول إيه. فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل، الناقل اللي هو الراوي، هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها، وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية، يعني هو إسناد واحد فقط، فالتردد حاصل من المجتهد أو الحافظ هل اجتمعت فيه شروط الصحة ولا لا، ولا هو قصر عنها فيبقى حسن، فجمع بينهما فقال حسن صحيح. وعرف بهذا جواب من استشكل الجمع بين الوصفين. لاستشكل الجمع بين الوصفين ده مين؟ الحافظ ابن الصلاح في المقدمة، فقال الحسن قاصر عن الصحيح، يعني الحسن أدنى مرتبة من الصحيح، ففي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور ونفيه،
ففي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور ونفيه. المفروض هنا هو نفي وحطت عليها إيه؟ عليها ضمة، صح؟ لا، هي إيه؟ إثبات لذلك القصور ونفيه، يبقى هنا إيه؟ كسرة. هي ممكن إذا كانت معطوفة على إثبات تبقى تصح إيه ونفيه، لو معطوفة على القصور يبقى إيه ونفيه. فالحافظ ابن الصلاح بيقول إيه، الحسن ده مرتبة قاصرة وأدنى من الصحيح، فإذا جمعنا بينهما فيبقى إحنا جمعنا بين مرتبة أعلى أو عالية ومرتبة يعني منخفضة في آن واحد، فكيف نجمع بين هذا وذاك؟ يعني مثلا نقول هذا رجل طيب، هذا رجل طيب، ونقول هذا شرير مثلا، يعني هذا طيب شرير، فكيف يتأتى هذا؟ هذا الوصف الأول فيه الكمال، الوصف الثاني فيه قصور، فكيف نجمع بين إثبات القصور ونفي القصور؟ فبيقول إزاي نجمع بين الحسن والصحيح؟ الحسن مرتبة قاصرة عن الصحيح. فالحافظ بقى بيرد على كلام ابن الصلاح بيقول إيه، ومحصل الجواب أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد ألا يصفه بأحد الوصفين. يعني هو التردد اللي حاصل للمجتهد أو للحافظ ما يقدرش إن هو يوصفه، لا يقول صحيح بس فقط ولا يقول حسن فقط، هو متردد. فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم، صحيح باعتبار وصفه عند قوم، جماعة بيصححوه وجماعة بيحسنوه، فيجمع بين هذين القولين فيقول حسن صحيح. وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد اللي هو إيه؟ أو، لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح، وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده، اللي بعد اللي هو إيه؟ إنه يبقى فيه إسنادين أحدهما حسن والآخر صحيح، فنقول مثلا هذا حديث حسن وصحيح لي إسنادين فحذفنا الواو. طيب، هو ده وارد يعني في اللغة ينفع إن إحنا نحذف حرف العطف أو الواو؟ وارد ولا مش وارد؟ وارد، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تصدق الرجل من ديناره، من درهمه، من صاع تمره، فتقدير إيه؟ تقدير الكلام إيه؟ تصدق الرجل من ديناره أو من درهمه أو من صاع تمره. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند مسلم اللهم إني أتخذ عندك عهدا أيما رجل
أو أي فأي مسلم آذيته، شتمته، جلدته، لعنته، فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة يوم القيامة. فيبقى التقدير إيه؟ آذيته أو شتمته أو جلدته أو لعنته إلى آخره، فهذا وارد في اللغة. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح، هذا في حالة إيه؟ لو هو إسناد واحد وحصل فيه تردد هل هو حسن ولا صحيح، فالمجتهد قال حسن صحيح، فهذا يعد أقل مرتبة من الصحيح. واضح؟ يبقى الصحيح أعلى مرتبة منه. الصحيح لما نقول صحيح فقط يبقى أعلى مرتبة من حسن صحيح، ده في حالة لو هو إسناد واحد فقط وتردد المجتهد هل هو حسن ولا صحيح. طب لو هو لو هما إسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن، يبقى ما قيل فيه حسن صحيح أعلى من الصحيح ولا أدنى؟ أعلى. يبقى ممكن يكون أدنى باعتبار وأعلى باعتبار آخر، لأن الجزم هو بقى بيقول إيه؟ وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون أي أقل ما قيل فيه صحيح، لأن الجزم أقوى من التردد. يعني لما الواحد يقول هذا حديث صحيح يبقى جزم بأنه صحيح، غير لما يكون متردد هو حسن ولا صحيح. وهذا حيث التفرد، يعني الحديث له إسناد واحد، وإلا إذا لم يحصل التفرد فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار إسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فردا، لأن كثرة الطرق تقوي. واضح؟ فإن قيل قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه، فكيف يقول في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ فالجواب أن الترمذي لم يعرف الحسن مطلقا. فالحافظ بيقول إن تعريف الحسن عند الترمذي أن يروى من غير وجه، يعني أن يكون له طرق متعددة. واضح؟ فإزاي يأتي في بعض الأحاديث ويقول حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ معنى كده أن لي وجه واحد، هو الترمذي لا يعرف غير هذا الوجه، أي غير هذه أو غير هذا السند، في حين أنه بيجي يعرف السند بيقول أن يروى من غير وجه، يبقى إيه التعارض والتناقض ده؟ فالجواب الحافظ بقى بيجيب عن هذا التعارض أن الترمذي لم يعرف الحسن مطلقا، وإنما عرف نوعا خاصا منه وقع في كتابه، وهو ما يقول فيه حسن، أي حسن فقط من غير صفة أخرى. يبقى الترمذي لما بيعرف الحسن بيقول أن يروى من غير وجه، هو بيعرف الحديث اللي بيقال عليه حسن فقط، غير بقى اللي بيقول عليه حسن غريب أو صحيح غريب، هو بيعرف الحسن فقط
إذا جاء قال عنه هذا حديث حسن ويسكت، فبيعرفه بإيه؟ بأنه هو يروى من غير وجه. أما إذا أضاف له صفة أخرى، يعني أضاف للحسن صفة أخرى بأن قال حسن غريب، فدلت له تعريف آخر عند الترمذي. وذلك أنه يقول في بعض الأحاديث حسن، وفي بعضها صحيح، وفي بعضها غريب، وفي بعضها حسن صحيح، وفي بعضها حسن غريب، وفي بعضها صحيح غريب. يبقى كل ده مش داخل معانا في تعريف الحسن عند الترمذي، واضح؟ وفي بعضها حسن صحيح غريب. وتعريفه، أي تعريفه للحسن، إنما وقع على الأول فقط، اللي هو بيقول فيه إيه؟ حسن ويسكت. وعبارته، أي عبارة الترمذي رحمه الله تعالى، ترشد إلى ذلك، حيث قال في آخر كتابه، يقصد كتاب العلل للترمذي وهو في آخر السنن: وما قلنا في كتابنا حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. كل حديث يروى لا يكون راويه متهما بكذب، ويروى من غير وجه نحو ذلك، ولا يكون شاذا، فهو عندنا حديث حسن. يبقى هو كده بيعرف ايه؟ الحديث الحسن فقط، ما جابش بقى ايه تعريف حسن غريب، حسن غريب صحيح، صحيح غريب، ما جابش تعريف الايه هذه المصطلحات. فعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه حسن فقط. يبقى هو يقصد بالكلام ده اللي بيقول فيه حسن فقط. أما ما يقول فيه حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب، فلم يعرج على تعريفه، هو لم يعرف هذه المصطلحات. فمنجيش نقول إيه حسن غريب، ده هو عرف الحسن بقوله كل حديث يروى لا يكون راويه متهما بكذب ويروى من غير وجه نحو ذلك إلى آخره، لا، لأن ده تعريف آخر، فهو تعريف الحسن فقط. كما لم يعرج على تعريف ما يقول فيه صحيح فقط أو غريب فقط. يعني الترمذي لم يبين في كتابه ما المقصود بقوله صحيح أو ما المقصود بقوله غريب، لم يبين هذا في السنن أو في كتاب العلم، وكأنه ترك ذلك استغناء لشهرته عند أهل الفن. لم يبين هذا لأن الصحيح معروف والضعيف معروف والغريب معروف بمفرده، الغريب لوحده والصحيح لوحده بمفرده. واقتصر على، طب اشمعنى عرف الحسن؟ يعني اشمعنى بس الحسن هو اللي عرفه؟ واقتصر على تعريف ما يقول فيه في كتابه حسن فقط، إما لغموضه، يعني زي ما قلنا احنا في بداية الأمر أن الحسن اضطربت فيه أقوال العلماء، يعني ما فيش تعريف أجمع عليه العلماء في تعريف الحسن. فالترمذي أراد أن يبين ما مراده بكلمة الحسن أو باصطلاح الحسن، إما لغموضه وإما لأنه اصطلاح جديد. اصطلاح جديد يبقى برضه غامض.
ولذلك قيده بقوله عندنا. يعني إذا كان هو اصطلاح جديد يبقى أي الترمذي مثلا هو الذي وضع هذا الاصطلاح، فيبقى هو لازم يبين ما المقصود باصطلاحه هذا الجديد حتى لا يقع الناس في حيرة واضطراب. يا إمام يا ترمذي أنت تقصد إيه بقولك حسن؟ فقال عندنا، يعني عندنا، عندنا تعريف الحسن كذا، وشرع في ذكر التعريف ولم ينسبه إلى أهل الحديث، ولم ينسبه إلى أهل الحديث كما فعل الخطابي. يعني ما قالش إن إيه الحسن هو مراده أو مراده به كذا، وكأن هذا التعريف مشهور عند أئمة الحديث كلهم. لا، هو قال التعريف ده عندي أنا فقط كما فعل الخطابي. الإمام الخطابي أبو سليمان عندما شرح سنن أبي داود ذكر أن تعريف الحسن كذا، وذكر له تعريفا. فالمقصود بتعريف الحسن عند الخطابي في شرحه لسنن أبي داود، اللي يفهم منه إيه؟ إن هذا التعريف عند جميع أئمة الحديث وليس هذا بصحيح. وبهذا التقرير يندفع كثير من الإيرادات التي طال البحث فيها. يعني كثير من العلماء تكلم في هذه المسألة وكل يأتي برأيه ولم يسفر وجه توجيهها، أي لم نتبين ما مراد العلماء بتعريفهم لهذا أو بكلامهم في تعريف الحسن والحسن الصحيح ونحو ذلك. فلله الحمد على ما ألهم وعلم. يعني كأن الحافظ يريد أن يبين أن إيه ما وصل إليه وما ذهب إليه هذا هو أرجح الأقوال، وهذا إلهام من الله عز وجل له، فهو إمام حافظ جليل. طيب، إيه مظان الحديث الغريب الحسن؟ أين نجده؟ إيه الكتب اللي إحنا لو دورنا فيها نلاقي فيها الحديث الحسن بكثرة؟ أول حاجة طبعا سنن الترمذي. ده الترمذي هو اللي شهر موضوع الحسن ده. أكثر من استعمل مصطلح الحسن هو الإمام الترمذي في سننه. طب هو فقط؟ لا، في كمان الإمام أبو داود في سننه. الإمام أبو داود، أبو داود الأشعث السجستاني في كتابه السنن تجد برضو هذا الكتاب مظان للحديث الحسن، وكذلك سنن الدارقطني. سنن الدارقطني من مظان الحديث الحسن. طيب، مثل ما قلنا إن الحديث الحسن إذا ورد من طرق وكانت هذه الطرق ليست شديدة الضعف فإنه يتقوى بها. طب لو شديدة الضعف زي مثلا إسناد فيه راوي كذاب أو راوي فاسق مبتدع، فهذا هذا السند لا يكون جابرا لأسانيد أخرى.
مهما كثر، يعني وإن أتى من 100 طريق، وهذه الطرق كلها فيها مثلا متهم بالكذب، كذاب أو فاسق أو مبتدع، كل طريق فيها هكذا، ولو أتى من 1000 طريق الحديث يصير أيضا موضوعا أو ضعيفا شديد الضعف. إمتى بقى اللي ينجبر ويصير حسنا لغيره؟ إذا كان الضعف يسيرا، راو صدوق ولكن في ضعفه شيء، في حفظه شيء، ضعفه أو حفظه سيء، ومع اعتبار أن هذا السوء في الحفظ يعني ليس شديدا، يعني هو أحيانا ينسى، وليس سوء الحفظ صفة ملازمة له، أحيانا ينسى، فهذا الراوي نطلق عليه أنه حسن الحديث. إذا وردت هذه الروايات أو عدد من الروايات، وكان في كل منها إما رجل سيء الحفظ أو رجل أحيانا ينسى أو غير ضابط أو ضبطه قليل ونحو ذلك، واجتمعت هذه الروايات صار الحديث إيه؟ حسنا لغيره، ويكون صالحا للاحتجاج به كالصحيح وكالصحيح لغيره. والله تعالى أعلى وأعلم. في حد عنده سؤال؟ ولا مثلا الإمام الترمذي حديث حسن غريب أو صحيح غريب، هذا المعنى يعود إلى معنى الحسن عنده؟ لا لا لا، احنا كنا بنقول إيه، أنت ما كنتش صاحي معنا. الحافظ الترمذي لم يبين في كتابه ما المقصود بصحيح غريب أو حسن غريب أو صحيح أو حسن صحيح غريب، لم يبين. فيبقى كل رواية محتاجة إلى دراسة خاصة، ما المقصود بقوله هنا حسن صحيح غريب؟ هل هو ورد من طريق واحد فقط وتردد العلماء فيه هل هو حسن أم صحيح فأطلق عليه حسن صحيح غريب؟ فكل رواية محتاجة أن نبحث فيها ماذا يقصد الإمام الترمذي بقوله هذا، لأن الترمذي عنده مصطلحات كثيرة وغريبة لم يذكرها باقي الأئمة في كتبهم، فنحتاج أن نبحث في كل رواية فيها هذه المصطلحات الغريبة ما المقصود بها. لكن إذا قال حديث صحيح فهذا أمر يسير، حديث حسن وسكت فهو عرف الحسن، هذا حديث ضعيف يبقى عرف، يبقى معروف إن هذا حديث ضعيف، قال هذا حديث غريب وسكت أيضا معروف تعريف الغريب. لكن ما يجمع بين هذا وهذا وذاك حسن صحيح غريب، يبقى محتاجة بعض الدراسة، تمسك كده الرواية وتقعد بقى تدرسها وتفصصها. بالنسبة إلى الاختلاف الأربع الذي ذكرتم، الذي ذكر ابن حجر عن حسن صحيح، هل رجح أمير المؤمنين ابن حجر بين هذه الأربع؟ هل رجح عن عيني نفسي؟ أيهما أرجح بين هذه الأربع الاختلاف؟ لا، هو الحافظ هنا لم يذكر إلا
اثنين فقط، وهو إذا كان له إسناد واحد فإما حسن أو صحيح، تردد الإمام فيه أو تردد الأئمة فيه، فإما أن يكون حسنا أو يكون صحيحا، أو له إسنادين أحدهما حسن والآخر صحيح. الحافظ هنا اقتصر على هذين النوعين فقط. بعض العلماء زي مثل ما قلت يقول أن هذا الحديث إسناده صحيح ومتنه حسن، بعضهم يقول أن هذا الحديث أن الحديث الصحيح والحسن بمعنى واحد، فيدخل الحسن في الصحيح. هل عنده رأي مستقل عن هذا؟ يعني أرجعها بينها؟ لا لا لم يرجع، هو ذكر هذين الاثنين واقتصر عليهما، فبيقول شوف تنظر أنت إذا وجدت إسناد واحد يبقى الأئمة ترددوا فيه، وجدت إسنادين يبقى إما أحدهما حسن وإما والآخر صحيح. مرة أخرى، هل قام علماء بعد الترمذي بخدمة شرح تعريف حسن صحيح غريب الذي طرقه الترمذي في كتابه؟ الشيخ نور الدين عتر اللي هو المحقق ده، محقق شرح النخبة أو نزهة النظر، له كتاب اسمه الموازنة بين الصحيحين، وفي رأيي هو أفضل من تكلم في شرح هذه المسألة، الموازنة بين الصحيحين. وأعتقد على ما أذكر أن هذه كانت رسالة الدكتوراه له الشيخ نور الدين عتر، هو أفضل من تكلم في هذه المسألة. مطبوع موجود في دار السلام وغيره. الموازنة بين الصحيحين. الموازنة بين الصحيحين. المسألة الحديث إذا تعارض قولان، يعني مثلا قول حافظ بن الصلاح وحافظ بن حجر الأصفهاني، أي من يقدم مثلا؟ هناك قاعدة للترجيح بين أقوال المحدثين. لا، هو ابن حجر متأخر عن ابن الصلاح، اطلع على أقوال الأئمة أكثر من اطلاع ابن الصلاح، فيعني نحن طبعا ابن الصلاح إمام كبير وكل من أتى بعده عالة عليه، لكن ابن حجر الميزة فيه أنه اطلع، كان واسع الاطلاع، فاطلع على أقوال الأئمة وبعلمه وحفظه يستطيع أن يرجح بين أقوال الأئمة، يعني يأتي بقول ابن الصلاح، يأتي بقول الخطابي، يأتي بقول الإمام النووي، يأتي بقول فلان وفلان، ويضع هذه الأقوال أمامه ثم يرجح بينها. أنا أقصد العلماء يأتي بعدهما، إذا تعارض بين قولين النووي مثلا وابن الصلاح وابن حجر وهكذا، أيهم يقدم؟ هناك قاعدة ترجيح بين الأقوال؟ لا، إحنا يعني غالبا ما بنذهب لقول ابن حجر الحديث، إلا إذا يعني وهذا يعني يكون في أمور نادرة يسيرة جدا، احنا نرجح او يكون كلام ابن حجر او رأي ابن حجر مرجوح، نادر جدا، لان ابن حجر كما قلت كان واسع الاطلاع، يعني امير المؤمنين في الحديث، ومصنفاته وكتبه شاهدة على ذلك. اين من يقدم بين النووي وابن حجر؟ لا، احنا بنقدم ابن حجر اذا تعارض يعني، وهذا ايضا يعني نادر ويسير جدا، يعني ان ابن حجر يتعارض قوله مع النووي، لكن اذا حدث هذا فاحنا نمشي وراء ابن حجر
ولكن مع هذا يعني لا نسير سير المقلد الذي ألغى عقله، لا، لا بأس أن ندرس ونعرض المسألة للبحث ونرى، ربما ظهر لنا شيئا لم يظهر لهما فنستطيع من خلاله أن نرجح كلام ابن حجر على النووي أو النووي على ابن حجر، خاصة مع ثورة التكنولوجيا الموجودة، الموسوعات الموجودة على الكمبيوتر، ممكن تقدر من خلالها أنك تطلع على بعض الأمور التي لم يطلع عليها مثلا ابن حجر أو النووي. وهذا طبعا لا يقلل من شأن أحد منهما. سيدي، وهل جميع الأحاديث حكم الحفاظ على حكمه؟ على حكمه؟ حكم كل الحديث، أم هناك يعني كثير من الأحاديث حتى الآن لا ندري حكمه؟ هو أغلب الأحاديث العلماء حكموا عليه في مصنفاته، في مصنفاته. هي متناثرة ولا في كتاب؟ لا، متناثرة طبعا، متناثرة. فهناك كتب كثيرة تذكر أحكام الأحاديث، منها مثلا كتاب الإمام المنذري الترغيب والترهيب يحكم فيه على الحديث، ولكن أجمع كتاب في هذا هو كتاب الحافظ السيوطي جمع الجوامع، رتب فيه الأحاديث ترتيبا حسب الحروف الأبجدية، ويأتي بطرف الحديث ويخرجه، وأحيانا أو في كثير من الأحيان يحكم عليه، ومثله كثير. الحافظ العراقي له كتب يحكم فيها على الأحاديث، الإمام أحمد، الإمام الحافظ، الإمام ابن معين وغيرهم له في مصنفاتهم يحكمون على كثير من الأحاديث، الحافظ ابن كثير، الإمام ابن الجوزي، الإمام ابن الجوزي والحافظ ابن كثير اعتنوا بمسند الإمام أحمد فحكموا على كثير من أحاديثه في كتبهم. يعني الحافظ ابن كثير مثلا كان كثيرا ما يستشهد بالأحاديث الموجودة في مسند الإمام أحمد ويحكم عليها في التفسير، كذلك الحافظ ابن الجوزي في كتبه يستشهد كثيرا بالأحاديث التي في المسند ويحكم عليها. وطبعا الأحاديث في المسند، المسند تقريبا إذا يعني كنت أتذكر حوالي ما يقرب من 30,000 حديث، فهذه الأحاديث متناثرة في الكتب. فأنت لو استطعت أنك تجمع أحكام أو أحكام العلماء على كتاب مثلا كالمسند، يبقى هذا عمل جهد رائع، وقد ابتدأت فيه ولكن لم أستطع أن أكمله لأنه يحتاج إلى وقت وتفرغ ومراجع كثيرة، وابتدأت به في يعني بالفعل، لكن للشواغل بقى وبتاع لم أكمل هذا الأمر، فاللهم يسر وأعن. في سؤال آخر؟ صلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله. عليكم السلام.